اسمي جنى ياسين، ضلي ساكنة بسور 3 سنين وعمري 17 سنة. بشتغل بالترجمة بجمعية نرويجية اسمها ناروك. أنا جيتاريست. أمي لبنانية بس بيي فلسطيني، فقصة إنه الواحد يكون منتمي لبلده ما تبين إنه بس من وراء التقاليد والعادات اللي هو متمسك فيهم، كيف عاشوا تربى، شو بياخد من المجتمع، بس في قصة كمان الأوراق وإنه حقوق، وإنه هذا الشيء مش موجود، ما بيعطونا إياه لأنه ما معنا الجنسية. بس إنه أنا بحس حالي لبنانية بقصة التقاليد اللي أنا أخذتها وكيف المجتمع بيأثر علي والأشياء المنيحة اللي بياخدوا مني. التنوع، إنه قد إيه عنا نحن اختلافات وبنكون دايما متوحدين مع بعض، هذا الشيء بخليني أكون فخورة إني لبنانية وإنه أتمثل قدام التانيين.